أولا شاكر للسيد الرئيس قيس الزيارة لبلد الثاني الجزائر، كذلك الوفد المرافق له. بعد اللقاء مع السيد الرئيس تقريبا كان اتفاق تام مطلق على كل المستويات. بالنسبة للأمور الدولية تطابق وجهة النظر بالنسبة للحل الليبي، أنه يكون حل ليبي ليبي وإبعاد ليبيا عن كل ما هو أجنبي عن ليبيا ومنع تدفق السلاح إلى آخره، وأن تكون تونس والجزائر هي بداية الحل بلقائها مع كل الليبيين، كل قبائل ليبيا إما في تونس أو في الجزائر، حتى نبدأ مرحلة جديدة لبناء مؤسسات، نساعد أشقائنا في ليبيا لبناء مؤسسات جديدة لمن بعد تؤدي إلى انتخابات عامة وإلى بناء أسس جديدة للدولة الليبية الديمقراطية، بشرط أن يقبل منا هذا الاقتراح من طرف من يسيطر حاليا مش في الداخل، خارج يسيطر على القرار في ليبيا، سواء كانت الأمم المتحدة أو الدول الأوروبية. بالنسبة لفلسطين نفس الشيء، اتفاق تام على أساس رفض الصفقة، ما يسمى بصفقة، صفقة القرن، ودولتين تطالب وتؤكد على ما قررته سابقا، دولة فلسطينية مستقلة في حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. بالنسبة للأمور مكافحة الإرهاب تستمر، أمن واستقرار تونس هو أمن واستقرار الجزائر، ونستمر في تفعيل كل آليات لتسمح محاربة الإرهاب في البلدين أو على الحدودين. اتفقنا كذلك في آفاق أخرى بالنسبة لتنمية الحدود، تكامل اقتصادي، ريثما إن شاء الله تكون فيه حكومة تونسية، اتفقنا على أساس تكون فيه زيارتي شخصيا إلى تونس مع وفد حكومي هام حتى نتطرق لكل ما هو ينتظر في قرارات الرئيسين. احنا مستعدين لمساعدة تامة لشقيقة تونس في هذه المرحلة صعبة ماديا واقتصاديا، وعلى هذا الأساس خدينا قرار باش نوضع في البنك المركزي التونسي 150 مليون دولار كضمان بالنسبة له، ومادام فيه صعوبات دفع مش حنا اللي نضغطوا على شقيقة تونس، اتفقنا على أساس نواصل الميسرة فيما يخص الدفع نتاع الغاز والمحروقات، ريتما إن شاء الله شقيقة تونس تكون عندها إمكانيات الدفع إن شاء الله. هذه بصفة عامة شيء اللي اتفقنا عليه. ربما أخي وصديقي الرئيس قيس عنده إضافات. شكرا، خاصا أتوجه به لكم ومن خلالكم لكل الشعب الجزائري، شكرا
من شقيق إلى أشقائه في هذه الأرض الطيبة، أرض الجزائر والأحرار. هذه فرصة اليوم تتاح لي لأجدد لكم التحالي بمناسبة انتخابكم، وأني على يقين بعدما تفضلتم به من توضيح كل المسائل التي تم التطرق إليها وكان فيها تفاهم تام، ولا يمكن أن يكون إلا تفاهما وتطابقا في وجهات النظر وفي مقاربة كل القضايا التي تم تناولها، لأن علاقة الشقيق بالشقيق تنتهي في النهاية إلى مثل هذا التطابق وإلى مثل هذه المقاربة الواحدة. أني على يقين أننا سننطلق بنفس القوة والإرادة في تحقيق أمان شعبنا في الجزائر وفي تونس، وأستعمل المفرد ولا أستعمل المثنى. قلت وأكررها اليوم في الجزائر من أفضل أكثر اللحظات تأثيرا فيه، حينما أرى في المباريات الرياضية على وجه الخصوص كيف يرفع التونسيون والجزائريون العلمين التونسي والجزائري في كل أنحاء العالم. لذلك علينا أن نستشرف أدوات جديدة للعمل المشترك بيننا. هناك تجارب تمت ولكن لم تنجح أو كان نجاحها محدودا، ولا بد من التوقف عند الأسباب التي أدت إلى هذا النجاح النسبي. واتفقنا لأننا لا يمكن ألا أن نتفق على البحث في سبل تعاون أخرى أعمق وأعمق حتى نحقق أمال شعبنا في الجزائر وفي تونس. نحن شعب واحد، تاريخنا واحد، ومستقبلنا واحد، ولا أشك لحظة واحدة في أننا سنحقق أمال أجدادنا وأحلام شبابنا. أننا جسد واحد بل بنيان مرصوص، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لن ننسى دماءنا التي سالت مجتمعة، وسنحتفل أو سنحيي بعد أيام ذكرى غارة ساقيس سيدي يوسف. نحييها ونستحضر كيف سقط الشهداء في تونس وكيف التحمت وامتزجت الدماء من أجل الحرية والكرامة. سنفتح إن شاء الله آفاقا أرحب، وسنشيد صروحا أعلى وأرفع. هذه كلمات أقولها لأن مصالحنا المشتركة تقتضيها، ولكن قبل المصالح فأن القلب يمليها. وشكرا لكم سيادة الرئيس على هذه الحفاوة التي لقيتها في بلد الجزائر. بارك الله فيك. إن شاء الله مباركة، وإن شاء الله فاتحة لزيارات متعددة أخرى إن شاء الله. بارك الله فيك.